دوك الانسان ما كاش الغيظ، الاستغفار، التوبه الى الله عز وجل، بصح بصدق خويا، ايه بالاخلاص، باخلاص مع الله عز وجل بصدق واخلاص. ايه نعم. دوك ماهوش الانسان كيما يقول باللسان فقط يستغفر قولا ايوا ويعميها فعلا. ايه نعم. نهضرها بالدرجه. ايه نعم نعم نعم. استغفار ماهوش باللسان فقط، لا بالقلب. نعم. ماهوش باللسان فقط خويا، او بكل شيء بالقلب. بارك الله في الانسان يكون صادق مع ربي عز وجل ومخلص مع نفسه ايضا. نعم. وتشوف كما قلت لك الغيث الذي ينزله الله عز وجل على عباده. نعم.